السيد المحترم يوسف إرباز تكلم معايا البارح وقال لي باش نجي باش نجي مع سيدنا ملكنا سيدي محمد نصره الله أمير المؤمنين باش نجينا هاد البلاصة هادي اللي هي المقدسة ديالنا باش ندعيو مع سيدي محمد باش نعرف كابوتينو شنو بغا تيوري ران صحاب ياكم شنو بغا تشوف خلا تعود شنو تيورو شنو بغا يصور بي افونفيرو يبدل لي معنى لي معنى ويشرح لي نفوا اشي لي مرفوع تنمي في نشوفو هاد الكوف لي ادونينو همي لي في محمد هالشيشي بين لالا لطيفة وبين الملك حسن الثاني شنو شمريهم في حييهم شنو ربوط لعبو التوبوط ويغطينا على مقود وكون في زلوط قشو في رعون ويفعل في زلوط طوبوط وري خوش توسي فولو بطوف بنيئني والد سيون قوئين بكي أتصو في المرامي وهذا المنبر هذا اللي هو الأرض القدسة والبلاصة القدسة دي اللي هو تكون في العالم كندعيو مع سيدنا الملك ديالنا محمد السليس نصره الله وعياده كنت عمر السادة ربي بيننا طلبات ديال اليهود كلهم ديال العالم يطلعوا للسما وبعدك مكتوب ذكر الكبير لويم آتس تفيلات ربي بين السادة ربي كي يجمع الصلاة ديال كل واحد وواحد وترشين من بزاف ديال اليهود في العالم كي يصلي وكي يطلبوا على سيدنا محمد السليس وعلى الأسرة العلوية كلها للولد ديال ربي يخليه ليه وللهاد ولي الحسن الثالث وكان ديهم على الأسرة العلوية كلها للا مريم والبنت ديالها لسكينة والولد ديالها مولاي رشيد للا خديجة الصغيرة وكنت ندعيو على للا أسماء وعلى بنتها للا نهيلة وكندعو على كل على مولاي يزيد الولد ديالها وعلى كل الأسرة العلوية وكنقولو سيدي ربي بينا يصفد الشفاء لسيدنا محمد السادس وراك واحد البراهنة بحال اللي كيديرو كلهم في العالم وغادي نديروها وغادي نصفدوها بينا سيدي ربي يسمع الصلاة ديالنا الله الوطن الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك احيا الملك احيا الملك احيا الملك يا ربي وجبنا في الصلاة ديالنا على سيدنا محمد السليس نصره الله يا ربي صفت لي الشفاء يا ربي صفت لي الشفاء يا ربي صفت لي الشفاء